أخت أمال، السلام عليكم الأخوات. بغيت نشارك معكم التجربة ديالي. أنا كان فيا بنزوي وكان فيا العيا بزاف. صراحة أنا مشيت لعند الأخت أمال، الله يجازيها بخير. بغيت نعاود لكم شنو طرا ليا من نهار الأول. مشيت عندها وصراحة هي نصحتني بالفوطة النارية والتدليك. درت عندها التدليك والفوطة النارية والحمد لله لقيت عليها نتيجة. الحمد لله كان فيا العيا، كنت كنعس بحال الا ما نعست، كنفيق عيانة مدبدقة وما فيا اللي يدير والو. والحمد لله من نهار الاول اللي استعملت نصحتني بانني ندير الجرية، درت الجرية الحمد لله. واستعملت عندها الحصة ديالها، عجبتني الحمد لله. من الاسبوع الاول حسيت ولا فيا الجهد، ولات عندي الشهيه، حيت اصلا كنت فاقده الشهيه تماما. ولات عندي الشهيه الحمد لله، وليت كناكل مزيان والحمد لله. حتى من الوجه ديالي الحمد لله تنور، ولا فيه الدم، كنت صفراء وكنت اللون ديالي شاحب. ملي استعملتها الحمد لله ان اللون ديال وجهي الحمد لله رجع ليه الضوء والصفاء. وملي الحمد لله لقيت عندها داك لقيت النتيجه على الحصه ديالها، تشجعت انني ناخذها للاطفال ديالي. خديتها للبنيه ديالي صغيره وخديتها لولدي كبير. الحمد لله انني نصحتني وداكشي اللي قالت لي درته كله، ودابا كملت ليا. نعاود ناخذ عندها واحده اخرى ان شاء الله. كان عندي الالم ديال الظهر وداكشي علاش مشيت عندها وخديت الليك على حسب الظهر، الالم ديال الظهر. وخديت عندها الكحول، صراحه المنتوجات ديالها كلهم زوينين. الكحول ديالها كيعطيك واحد الانتعاشه في العينين ديالك، ملي كتستعليه كتحسي بواحد البروده كاينه في عينيك، واحد الانتعاشه بداك الفليو اللي فيه. صراحه المنتوجات ديالها كلهم معتبرين، كلهم زوينين. وملي كتمشي عندها كتعاملك انسانه طيبه، كتعاملك معامله زوينه، ماشي كانك زبونه، كانك اخت ليها. كتعطيك نصائح وكتفهمك وكتهضر معاك، كتعطيك وقت الحمد لله. وداكشي علاش ملي الحمد لله لقيت نتيجه زوينه، بغيت ننصح بها الاخوات اللي عندها داك المشكل ديال بومزوي وعندها المشكل ديال الشهيه. صراحه الحصه ديالها معتبره واعره وزوينه مقومه، كانك صوبتيها في الدار. ماشي بحال شي وحدين كيرشوا هكا وكا، هي داكشي ديالها زوين بحال الا نصوبتي في الدار، بحال الا المهم بحال الا خديتي الراس كنت هي وصوبتيهم في الدار. صراحه زوينين، داكشي علاش تشجعت ناخذ لبنتي وناخذ لولدي. نتمنى انها تعطيهم نتيجه. ها هي يلا خديتها، باقي ما خلطتهاش. وانا راه قرباتني تسالي ليا، وان شاء الله غادي نعاود ناخذها عندها باش نكمل 3 شهور، حيت بغيت نستعملها 3 شهور باش ما يعاودش يرجع ليا بومزوي. صراحه الله الا عذبني بزاف. ودابا ملي استعملت هاد المنتوجات قلت علاش لا ما نتشاركش مع الاخوات، يقدر تكون شي وحده عندها حاله بحال ديالي. والحمد لله ربي يجازي امال، صراحه انسانه طيبه وتستاهل كل خير. كنتمنى من الله يجازيها على المجهود ديالها اللي كدير، كتخدم بنيتها. والحمد لله والشكر لله، انا سيدي ربي شفاني على يديها الحمد لله. وتبارك الله ما شاء الله على المنتوجات ديالها، ما شاء الله تبارك الله. الكحول زوين كديري، كتحسي بواحد الانتعاشه في عينيك، واحد البروده. يا سلام، انا زعما صراحه عجبني. واي وحده غادي تستعمل الكحول ديالها غيعجبها، كيعطي واحد اللون زوين في العين، نفس الوقت كيعالج العين وكينعشها، كتحسي بالانتعاشه في عينيك. وهذا الشيء اللي كاين. وشكرا جزيلا لك اختي امال، وشكرا الاخوات. السلام عليكم اختي امال، صافا كي دايره؟ بخير، لاباس عليك. هنا بغيت نقول لك بلي لا كوموند ديالك اختي وصلات، هي لي سيبول اللي خديت من عندك ديال تكبير المؤخره والارداف، هما راني درت ليهم الزيت، لان كما قلتي لي الطريقه اللي قلتي لي ديري ليهم الزيت وديريهم في السلوفان وتخزنيهم وتبقاي تاخدي منهم
كل مره تاخدي منهم القياس اللي بغيتي. هما هادو. شكرا بارك الله فيك. انا راني خديتهم البنات من عند امل الصحراء، خديتهم من عندها تحاميل، ولكن نسيت الكحل حتى هو خديته من عندها ونسيتو، سمحوا لي البنات راني ما حطيتوش. المهم راني خديته من عند امل الصحراء اختي هاد القويلبات، ان شاء الله كنتمنى ويكون خير، نتمنى ان شاء الله يا ربي. نصحوني بها واحد جوج سيدات كياخذوهم من عندها، وهذوك السيدات حتى هما واخدينهم من عندها واخدين من عندها عيالات وحدين اخرين، وحصلوا على لاطاي اللي بغاو وزوينه. المهم انا خديتهم من عند امال، وقالتها لي واحد سيده، هي واحد سيده واحده اخرى صحاباتي خداوهم من عندها حتى هما معايا، تعرفت عليهم في واحد لو جروب وقالوا لي بان راه التحاميل ديالها زوينين وخداوهم همايا، راهم حتى خدامين بيهم. هذوك السيدات ما كاينينش حدايا، انا ساكنه في فرنسا وهذوك السيدات في البلاد في المغرب، خداوهم من عند امال ونصحوني بيهم وخديتهم من عندها انايا. خديت لا كوموند ديالي، كومونديتها من عند امال و في التليفون عبر الواتساب، لان عندها شين في اليوتيوب تكونكتيت معاها في التليفون، عطاوني النمره ديالها البنات صحباتي اللي كنعرف وعيطت ليها وكومونديت من عندها لمده 6 شهور هاد التحاميل هادو، وصيفطاتهم لي عند ماما في المغرب، عند ماما في البلاد فين ساكنين حنايا، صيفطات لي لا كوموند ديالي عند ماما، وابخي ماما شداتهم صيفطات ليها الفلوس، ومن بعد ماما صيفطاتهم لي في الكار، صيفطاتهم لي في لاجونس مراكش في الكار، جابوهم لي حتى لهنايا. اي فوالا ها هما عندي دابا هاد التحاميل عندي، ان شاء الله منين حصل على نتيجة، عقلوا عليا البنات عقلوا على لافوا ديالي، منين حصل على نتيجة راني نرجع عندكم، لان حتى انا الصحراء منين خديت التحاميل. اي فوالا البنات هادشي اللي كاين. المهم ها لا كوموند ديالي، ها هي امال اختي، شكرا بارك الله فيك. وسمحي لي راني نسيت الكحل لان كاين الفوق، وانا دايره دابا الفاكيوم خدامه بيه ما طلعتش للفوق، ما قدرتش نطلع. المهم ها التحاميل اللي اساسيين ها هما، والكحل حتى هو خديته من عندها، من عند ديال العينين، الكحل ديال العينين خديته من عندها. ايوا صافي هادشي اللي كاين البنات، وشكرا امل اختي بارك الله فيك، ربي يخليك، شكرا تواصلت معايا مزيان، داكشي كان مضبوط، ما صيفط لها الفلوس، صيفطات لي الشغل ديالي ما تعطلو ما والو، صيفط ليها الفلوس الاربع الخميس نو صيفط لها الخميس الجمعه خدات الامانه ديالها، السبت والحد كانت الويكاند حتى واحد ما خدام، اثنين صيفطات لي التقضيه في الاربع وصلاتني. هادشي اللي كاين البنات. اي ميرسي امال الصحراء منين خديت التحاميل. اي فوالا البنات هادشي اللي كاين. المهم ها لا كوموند ديالي، ها هي امال اختي، شكرا بارك الله فيك. وسمحي لي راني نسيت الكحل لان كاين الفوق، وانا دايره دابا الفاكيوم خدامه بيه ما طلعتش للفوق، ما قدرتش نطلع. المهم ها التحاميل اللي اساسيين ها هما، والكحل حتى هو خديته من عندها، من عند ديال العينين، الكحل ديال العينين خديته من عندها. ايوا صافي هادشي اللي كاين البنات، وشكرا امل اختي بارك الله فيك، ربي يخليك، شكرا تواصلت معايا مزيان، داكشي كان مضبوط، ما صيفط لها الفلوس، صيفطات لي الشغل ديالي ما تعطلو ما والو، صيفط ليها الفلوس الاربع الخميس نو صيفط لها الخميس الجمعه خدات الامانه ديالها، السبت والحد كانت الويكاند حتى واحد ما خدام، اثنين صيفطات لي التقضيه في الاربع وصلاتني. هادشي اللي كاين البنات. اي ميرسي امال.